يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصلاة على الجنازة بين القبور ورد فيها حديث في السنن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو قوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الجنائز بين القبور، فما حجة من يرى أنه يجوز الصلاة على الجنازة بين القبور؟ الصلاة على الجنازة بين القبور فيها تفصيل، إن كان لا يترتب عليها إهانة للقبور أو وقوف على القبور فلا بأس، إذا كان ما بين القبور واسعاً يسع المصلين ولا يقفون على قبر أو يطؤون على قبر ما في مانع. أما إذا كانت القبور متقاربة ولا يمكن الصلاة على الجنازة إلا بأن توطأ بعض القبور فهذا لا يجوز. نعم.